فيلمنا بيبدأ مع مجموعة من عربيات الشرطة اللي بتحاصر بيت، وبينزل منها مجموعة ضباط ماسكين مسدسات وأسلحة وبيوجهوها ناحية البيت، وبيخرج الجيران يتفرجوا عليهم وهم قابضين على واحد بيحاول يقول لهم إن في حاجة في المية، وبيبقى موجود على وش المجرم بقعة كبيرة، وبيحاول المجرم إنه يحذر الناس من شباك العربية وهي ماشية، وبيقول لهم يحذروا من المية اللي بيستخدموها، لكن الناس ما بتسمعش ولا بتهتم بكلامه. وبنرجع بالزمن 6 شهور لورا لبداية القصة والأحداث، وبتظهر بنت صغيرة اسمها أليس وهي واقفة تاكل الفراخ، وبتندى عليها مامتها وبتطلب منها تغسل ايدها وتندى على اخواتها عشان الاكل جاهز. وقتها بيبقى سايرس وذاكر اخواتها بيتخانقوا هما الاثنين، وباباهم بيوقفهم وبيطلب منهم يبطلوا لعب في الطين، وبيزعق لهم وبيقول لهم انهم لازم يحبوا بعض زي اي اتنين اخوات، وبيأمرهم يسلموا على بعض، لكن زاك بيرفض يسلم على نيثان وبيقول له انه مش والده ولا هو اخوه عشان يسمع كلامهم ويحبهم، فبيضربوا باباه بالقلم وبيأمره يغير هدومه اللي اتوسخت ويروح يفطر. وبتقف أليس بقيت تتفرج على الموقف وهي حزينه، وبتبص لزاك اللي كان متضايق ان أليس شافته في الموقف ده. وبيقعد الاب على السفره يشكر ربنا على النعم اللي وهبها لهم، وبتبقى العيله كلها متجمعه على السفره ما عدا زاك اللي بيوصل متاخر للسفره وباين على وشه الحزن. اما نيثان الاب فكان بيعلق لفرانسيس الام على الاكل وبيقولها ان البسكويت ناشف، وما بترضاش فرانسيس ترد عليه، وبتسمعه وبتسكت وبتكمل اكل. وبتسمع فرانسيس كلاكس عربيه، فبتقرر تقوم تشوف مين، وبتلاقي تشارلي اللي بيخاف من الكلاب اللي قدام البيت، وبيفضل ينده على فرانسيس عشان تبعد الكلب عنه، وبتضحك فرانسيس اللي بتروح تبعد الكلب بسقفه من ايدها وهو واقف على كبوت العربيه من الخوف ومش قادر يتحرك من مكانه. وبعد ما تشارلي بينزل بيسالها على تفاح من المزرعه بتاعتهم، فبتقوله ان التفاح لسه مش جاهز وما استواش وقدامه اسبوع. ولما بيسال تشارلي عن نيثان بتقوله فرانسيس ببرود انه بيفطر ومش عايز يتكلم معاه بعد ما تخلى عنه وما رضاش يقف معاه في زنقته، فبيقولها تشارلي انه بالعكس بيحاول يساعده لانه مزرعه العيله عمرها ما هترجع زي الاول، ولو ما سمعش كلامه وباعها هتتعرض في مزاد علني. فبترد فرانسيس عليه بعصبيه وبتقوله ان نيثان عنده ثقه ان ازمته هتعدي ومش هيخسر المزرعه. وبترجع فرانسيس للبيت وبتدخل على نيثان اللي كان قاعد بيحسب في المديونيات، وبيسالها نيثان عن زاك وبيطلب منها تبطل تدلعه عشان يطلع كويس. وفي نفس الوقت ده كان سايرس وراهم بيتفرج على التلفزيون ومندمج فيه، وبيطلب نيثان من فرانسيس تظبط لبسها عشان في ولاد في البيت، فبتحس فرانسيس بالاحراج وبتقوله انها هتروح تشوف أليس. وبيتضايق نيثان لما سايرس بيعلي صوته قدام التلفزيون وبيطلب منه يطفيه خالص عشان يعرف يركز في حساباته. اما فرانسيس فبتروح تطمن على أليس وبتغطيها، وبتدخل على زاك وبتلاقيه قاعد بيقرا لوحده في الاوضه، فبتقعد معاه وبتقول له ان نيثان حكى لها على اللي حصل الصبح، وبيشتكيها زاك ان نيثان اخذ صف سايرس وصدقه لما كذب عليه وقال له انه ما ضايقوش. فبتحاول فرانسيس تقنعه ان نيثان مش بيقف في صف سايرس، وبيستغرب زاك ليه نيثان شخصيه شديده جدا في كل تصرفاته. فبترد عليه فرانسيس وبتقول له ان الناس مختلفين وشخصياتهم مش زي بعض، وانها عارفه انه مش شبه والده لكنه شخص كويس، وبتطلب منه ما ينساش ان بسببه قدروا يكون ليهم بيت يعيشوا فيه بعد وفاه والده. وبعد ما بينام كل اللي في البيت بتخرج فرانسيس وبتروح للاوضه اللي ساكن فيها المساعد بتاع نيثان في المزرعه، وبتخون نيثان معاه، وفجاه بيحصل اصطدام لجسم غريب في المزرعه وبيحرق المكان، وبيقوم الكل مفزوعين وبيجروا يشوفوا فيه ايه، وبيجري زاك على دكتور ألان ومراته جيرانهم وبيخبط عليهم وبيقول لهم. وبيجتمع الجيران مع اهل زاك في البيت بعد ما بيبصوا على الشيء اللي وقع من الفضاء ودمر المزرعه، وبيطمنوا نيثان ان اكيد الشيء ده مش مؤذي، وبينصحوه يكمل نوم لان الوقت اتاخر. وتاني يوم الصبح بيروح تشارلي للدكتور ألان يتكلم معاه وبيقول له ألان انه مش فاضي، لكن تشارلي بيستاذن المريض وبياخد ألان على جنبه وبيتكلم معاه وبيساله على الشيء اللي وقع في ارض نيثان، فبيقول له ألان انه هيكلم السلطات المختصه تيجي تعينه، لكن تشارلي بيرفض تماما وبيقول له انهم مش عايزين دوشه خصوصا ان ده هيخسرهم فلوس كتير في شغلهم، ولحد دلوقتي محدش فيهم عارف هل ده شيء مضر ولا عادي، والبروباجندا عمرها ما هتنفعهم، وبينصحوا يستكشفوا الموضوع لوحدهم وبعدين يكلموا السلطات لو حسوا ان في حاجه غريبه، وبيسيبه وبيمشي. فبيروح وراء ألان وبيحاولوا يستكشفوا الشيء اللي واقع واللي بيكون شبه الكره الضخمه، وبيقول زاك ان الشيء ده كان بيلمع ومضيء بالليل وهو شافه بنفسه من شباك اوضته، وان الشجر كان بيتحرك حواليه رغم عدم وجود رياح وقتها، لكن تشارلي ونيثان بيتريقوا على كلام زاك ومش بيصدقوه. وبيرجع ألان لبيته مع تشارلي بعد ما فحص الشيء الغريب ده، وبيقول ان عمره ما شاف حاجه زيه حتى بعد ما راجع كل الكتب الاكاديميه، وبيحاول تشارلي يهديه وبيقول له ان الموضوع مش كبير، وبتغمز له مرات ألان من بعيد، وبيقرر تشارلي انه يستاذن وقتها وبيسيبه وبيخرج. وبيفضل زاك طول الليل يراقب الشيء ده وبيلاقيه مضيء جدا، وبينزل منه سائل غريب بيملى المكان حواليه، وبيقرب زاك منه وهو منبهر. وبيدخل ألان على عائله زاك تاني يوم الصبح وبيقول لهم انه اكتشف ان الشيء الغريب ده مش من الفضاء ولا حاجه، وانه مجرد تانك وقع من طياره وما يخافوش من حاجه. وبيبان على ألان انه مش مقتنع بالكلام اللي بيقوله، لكن قالت زاك بتصدقه، وبيحس زاك بخيبه امل كبيره وكانه مش مصدق الكلام اللي اتقال. وبنشوف بعدها حيوانات المزرعه وهي بتشرب ميه وتانك الميه بيرش الزرع، وبيظهر شخص راكب عربيه داخل على القريه وبيبان عليه انه غريب وتايه، وبيطلع من السلطات المحليه، وبيشوف تشارلي من بعيد والعربيه مكتوب عليها كلمه السلطات، فبيقرر يسيب مكتبه ويروح وراه
بسرعة، وبيدخل رجل السلطات لفندق وبيطلب أوضة فاضية، في حين إن فرانسيس كانت خارجة للمزرعة وبتلاقي زرع كتير ناضج بسرعة رهيبة، وما بتصدقش إن الخضار استوى وكبر كده، فبتقطعه وبتاخده معاها في سبت للبيت وبتشمه وبتبدأ تقطعه، لكن بتلاقيه مليان سائل غريب وريحته وحشة، فبتقرر ترميه بسرعة في الزبالة وهي مش مستحملة ريحته ولا شكله من جوه. ولما بتحاول تقرب من الطماطم بالراحة وتقطعها بتبهدل الدنيا بمجرد ما بتلمسها بالسكينة. وبيدخل في الوقت ده تشارلي على رجل السلطات وبيقتحم عليه قعدته وبيسأله لو كان من المسؤولين عن مشروع المياه اللي هتتعمل في مدينتهم، وبيعرفه تشارلي بنفسه وبيقول له انه المسؤول عن البلدية هنا بقاله 3 سنين. فبيسلم عليه رجل السلطات وبيقول له ان اسمه ويل، وبيرحب بيه تشارلي وبيقول له انه لو احتاج اي حاجة هو موجود ويقدر يساعده. وبياخد تشارلي ويل وبيعمل له جولة في المدينة بنفسه عشان يقدر يختار المكان اللي هيتعمل فيه مشروع محطة المياه، وبيحاول بطريقة غير مباشرة انه يقنعه يشوف ارض نيثان عشان يتربح من وراها. ومن ناحية تانية بتقعد عيلة زاك على الغدا، وبتملى فرانسيس مياه من الحنفية وتحطها على السفرة، وبتقول أليس إن المية غيرت طعم الخضار، وبيقول زاك إنه مش هيشرب منها، وبيزعلهم نيثان وبيقول لهم إنها مجرد مية عادية ما فيهاش مشاكل، وبتقول لهم فرانسيس إنها نفس المية اللي بيشربوها من سنين. وبيتعصب نيثان وبيأمر زاك وأليس ما يقوموش من على السفرة غير لما يخلصوا أطباقهم ويشربوا المية كلها. وبيبقى فرانسيس في الوقت ده مش حاسس بتغيير لا في الأكل ولا المية، وقاعد بياكل بنهم وشراهة. وبيخرج بعدها نيثان للمزرعة وبيفرح لما بيلاقي الفاكهة ناضجة وبيشكر ربنا، ووقتها بيسمع صوت صريخ ابنه جاي من بعيد، فبيجري عليه وبيلاقي الحصان في حالة مش طبيعية وبيحاولوا يسيطروا عليه، وبيرجعوا البيت. وبيفضل سايرس يحلف لنيثان انه ما عملش حاجة للحصان عشان يفقد السيطرة ويبقى مندفع كده. ومن ناحية تانية بيطلب تشارلي من صوفيا السكرتيرة بتاعته تطبع له صيغة عقد عشان يروح بيها لنيثان يقنعه يبيع المزرعة. وقتها بتروح أليس لقطة الفراخ وبتشوف ريش الطيور في كل مكان والفراخ في حالة هياج شديد، وبتحاول ترمي لهم أكل كالعادة. وبيدخل تشارلي على نيثان وبيلاقيه بيلم المحصول وبيجمع الفاكهة، وبمجرد ما بيشوف نيثان تشارلي بيقول له انه سمع اشاعات بتقول انه بيحاول يساعد الحكومة تعمل مشروع لخزانات مياه، وده السبب اللي مخليها يتجنن ويخليهم يبيعوا المزرعة. وبينكر تشارلي الاشاعات دي وبيقول له ان ده مجرد صديق قديم وجاي يعمل ابحاث وهو بيساعد. فبيوضح له نيثان انه مش مهتم ببيع مزرعته عشان يبقى فاهم وعارف، وبيقول تشارلي انه هيندم على قراره ده، وبيدي له نيثان تفاحة ياكلها، لكن تشارلي لما بيقطمها بيلاقيها مليانة دود من جوه، فبيتعصب وبيتخانق مع تشارلي وبيتهمه انه عايز يسمه، وبيرمي له التفاحة وبيجري. وبيستغرب نيثان جدا وبيمسك سكينة صغيرة وبيفتح باقي التفاحة اللي في ايده وبيلاقيه كله مليان دود فعلا. وبتجري العيلة كلها على أليس في أوضة الفراخ بعد ما سمعوا صوتها وهي بتصرخ، وبيلاقوا الفراخ هجمت عليها ووقعتها، وبيحاولوا كلهم ينقذوها وبياخدوها بسرعة للبيت، وبيتصلوا بالدكتور ألان، وبتموت الفراخ وبتطلع سائل غريب من جسمها وعينها. وبيوصل دكتور ألان وبيطمنهم انه ادى لأليس دواء مهدئ وهتنام، وبينصحهم يسيبوها مستريحة في السرير 3 أو 4 أيام. وبيسأل ألان نيثان عن الفراخ وازاي هاجت مرة واحدة كده، فبيستغرب نيثان وبيقول انه مش عارف السبب، بس اكيد أليس هي اللي ضايقتهم. فبيتدخل زاك وبيقول ان ده نفس اللي حصل مع الحصان امبارح لما هاجم سايرس، وبيعترض نيثان على كلام زاك وبيزعق له وبيطلب منه ما يتدخلش في حاجة ما تخصوش، وبيستأذن ألان وبيقول لهم انهم لو احتاجوا حاجة يكلموه على طول. وبتتلم عيلة زاك كلها قدام التلفزيون، وبيقول نيثان ان مياه التانك بتاع الطيارة بوظت له المحصول بتاعه كله، وبتبدأ حبوب ضخمة تظهر في وش فرانسيس واللي بتبقى قاعدة تكلم نفسها ومتوترة ومتعصبة، وبتعور نفسها بالإبرة وبتهاجم نيثان وسايرس واللي بيحاولوا يشيلوها ويودوها للأوضة. وبيجري زاك على جارهم ألان يندهله بسرعة، وبيرجع معاه للبيت وبيلاقوا نيثان وسايرس قاعدين في الصالة كأن مفيش حاجة حصلت، وبيحاولوا يبينوا ان كل حاجة تمام، وبينكروا ان فرانسيس تعبانة وبيقولوا انها مرهقة وطلعت تريح في الأوضة، وان زاك بالغ في رد فعله ومش محتاجين لا دكتور ولا حاجة. وبعد ما بيمشي ألان بينده نيثان على زاك وبيضربه بالقلم، وبيقولوا انهم ما بيدخلوش اي حد غريب في مشاكلهم الشخصية. اما ألان فبيقرر ياخد من مية البير اللي في المزرعة ويحللها، وبيملأ ازازة صغيرة فاضية معاه منها وبيمشي. وتاني يوم بيظهر 2 من الجهات الرسمية اللي هتيجي تعاين الارض، وبيدخل واحد فيهم للبيت عشان عطشان وما بيلاقيش حد جوه، فبيمسك كوبايه الميه، وقبل ما يشرب بتهجم عليه فرانسيس بسكينه، وبيلحقه بسرعه نيثان اللي بيزعله وبيتهمه انه بيتهجم على بيوت الناس. وبيخرج الراجل بسرعه من البيت وهو مرعوب. اما ألان فكان في الوقت ده في المعمل بيودي عينه الميه عشان تتحلل، وبيطلب منه المسؤول انه يسيب رقمه عشان يكلموه لما النتيجه تظهر. وفي البيت بتطلب فرانسيس اللي وشها بقى مليان حبوب ضخمه من زاك ابنها انه يخلص اكله، لكن زاك ما بيرضاش ياكل، وبيبان على سايرس ان هو كمان اعراض الحبوب في وشه. اما نيثان فبيبان عليه الحزن الشديد، وبيطلب من زاك ياخد طبق اكل ويوديه لاخته في سريرها، وبياخد زاك الطبق وبيرميه في الحمام. وبيكتشف نيثان وابنه سايرس لما بيروحوا للحظيره ان البقر كله مصاب ومليان ديدان بتترمي في وشهم. وبيطلع نيثان للاوضه وبيربط فرانسيس في السرير عشان يسيطر عليها، وبيفضل قاعد جنبها على كرسي. وبيصحى زاك في نص الليل وبيلبس وبينزل بالراحه، لكن بيلاقي مامته فجاه قدامه تحولت لوحش وبتهاجمهم هو ونيثان اللي كان بيحاول يسيطر عليها ومش قادر، فبيشيلها وبيخرج بيها بره. وبتفضل أليس تعيط وهي قاعده على السلم، وبيطلب منه سايرس انه يقتلها، وبياخدها نيثان وبيدخلها اوضه في المزرعة
مزرعه وبيحبسها جواها. اما اليس فبتدخل على زاك اوضته وهي بتعيط وبياخدها زاك في حضنه. وتاني يوم الصبح بينزل زاك للاوضه اللي فيها مامته وبيلاقيها اتحولت لوحش وبتحاول تاذيه، فبيجري بسرعه وبيقفل الباب وراه وبيروح على بيت دكتور الن وما بيلاقيهوش. وبيطلب زاك من مرات الن تقوله لما يرجع انه سال عليه. ووقتها كان الن في المعمل بيستلم نتيجه العينه وبيقولوا الدكاتره في المعمل انهم محتاجين يعملوا ابحاث اكتر لان في حاجات كتير مش مفهومه في العينه، لكن اهم نقطه انه لازم يعرف ان مصدر المياه دي خطير ولازم يبعد عنه لانه مضر جدا وما يستخدمهاش. وبيجري الن بسرعه بعد ما بيسمع كلامهم وبيحاول يوصل لتشارلي، لكن موظف في مكتبه بيقول انه خرج. وفي الوقت ده كانت تشارلي لسه واصل لمرات الن اللي بتقوله ان الن كلمها وقال لها على نتيجه عينه مياه وحاجات مش فاهماها. فبيقولها تشارلي انه هيحتاج مساعدتها عشان يقدر يقنعه جوزها يخبي موضوع الميه، وكمان نيثان يبيع الارض عشان ينجحوا صفقتهم وياخدوا عموله. وبيرجع الن يتصل بمكتب تشارلي كل شويه لكن ما بيقدرش يوصل له، وبتقول صوفي السكرتيره انه راح لمزرعه نيثان. ووقتها بيبقى تشارلي واقف قدام بيت نيثان وبتهجم الكلاب على مرات الن، وبيجري تشارلي يستخبى في الاوضه اللي فيها فرانسيس وبيلاقيها ضلمه فبيولع عود كبريت، لكن فرانسيس بتهاجمه. ومن ناحيه تانية بيرجع زاك من بره وبيديله نيثان اكل ليه ولاخته، لكن زاك بيرمي بعيد وبيدخل الاوضه لاخته يطلع لها اكل جابه من السوبر ماركت معلب وميه نظيفه من بعيد. وبيروح بعدها للاوضه اللي فيها مامته وبيلاقيها ميته، وبيخرج بسرعه وبيهاجمه نيثان لما بيلاقي معاه ميه مختلفه عن اللي في البيت، وبيقول زاك ان الميه دي خلتهم مرضى وهو مش عايز يبقى مريض زيهم. وفي الوقت ده بيهجم سايرس على اليس في اوضتها بعد ما وشه اتملى حبوب زي والده، لكن زاك بينجح على اخر لحظه انه يضربه على راسه من ورا وبيحط اليس في الدولاب وبيطلب منها ما تخرجش منه لحد ما يرجع لها. وبيقرر نيثان انه يقفل الابواب بالخشب والمسامير. بيوصل الن اللي بيقتحم البيت، لكن نيثان بيضربه على راسه من ورا وبيرميه على جنب وبيروح يهاجم زاك اللي كان بيحاول يخرج من البيت. وبيفوق الن وبيحاول ينقذ زاك واليس بعد ما بدا البيت ينهار، وبيشيل الن اليس وبيجري بيها لبره. وبيحاول زاك ينقذ مامته لكن بيلاقي جسمها تحول لسائل وبيجري بعيد وهو حزين وبيعيط عليها. وبينهار البيت على نيثان وسايرس اللي بيمسك في رجل زاك، لكن زاك بينجح انه يبعد نفسه ويخرج بسرعه قبل ما البيت ينهار بالكامل. وبيركب زاك العربيه مع الن واليس وبيتم اعلان الخبر في التلفزيون وبيعرف كل الناس الحقيقه، لكن ما بيعرفوش ان السائل الغريب كان لسه بينتشر.